تعالوا نروح لواحد من نجوم النادي الاهلي اللي بتحبوهم برشا 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 برشا، انيس بوجلبان. مساء الفل يا انيس. مساء الورد الياسمين يا كابتن شوقي. وحشنا جدا يا انيس. والله طبعا حضرتك كمان ما عندي مده يعني ما سمعتش صوتك، سعيد جدا ان يكون موجود معاك ونورت قناتك ونورت ناديك وعوده ميمونه يا كابتن ان شاء الله. اشكرك يا انيس، شكرا جزيلا. انيس، شايف الاجواء داخل النادي الاهلي ايه؟ الحاله شويه من الزعل من الجمهور، خساره السوبر، العرض ما كانش جيد امام سيراميكا، مباراه هامه امام الزمالك الخميس المقبل باذن الله. طبعا كابتن تعرف انه جماهير النادي الاهلي تعودت بالبطولات وبالانتصارات، فاي يعني اي دروب يزعل جماهير، لكن متاكد انه ثقه كبيره في الفريق، يعني لانه العناصر بصراحه موجوده في النادي الاهلي تفوق اي فريق يعني في الوطن العربي وفي افريقيا، ويعني الامكانيات كلها موجوده الماديه والبشريه، واعتقد انه ان شاء الله يعني النادي الاهلي متعودين انه يعني ممكن تصير نكسه لكن على طول بعدها ان شاء الله تسترجع الانتصارات، وهذا اللي ان شاء الله مش يحصل ان شاء الله الفتره القادمه. هل هناك تواصل بينك وبين علي معلول؟ هل هناك تواصل بينك وبين كريستو؟ كريستو ولا معنا ولا يعني في تونس مع الفريق، في بدايته كانت ممتازه جدا. مع الفريق في اول مباراه سجل الهدف، بعد تعرض الاصابه اخر مباراه ضد الافريقي ما شاركش، لكن اضافته كبيره وجمهور الفريق كل يعني فرحانين به وبأدائه وبفنياته. نعم. ان شاء الله يعمل موسم كبير للسكابسي. بالنسبه لعلي معلول اكيد يعني علي اخويا الصغير، ونتمنى له ان شاء الله العوده السريعه، وعنده عزيمه كبيره ان شاء الله هي يرجع في اقرب وقت ويرجع بطولاته وجولاته، لانه علي يعني رقم صعب وعلي دكتور طبعا. قبل ما اخدك للكره التونسيه واحداثها المثيره خلال الساعات الاخيره، يعني لو في رساله عايز توجهها للاعبي النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي قبل لقاء السوبر يوم الخميس المقبل باذن الله. رساله واضحه يعني اعتقد انه كما قلت لك يعني ما شاء الله الفريق كله نجوم وفيه كوادر كبار بقياده الشناوي والسوليه، اكيد عارفين جماهير النادي الاهلي وطلباتها يعني كبوه، وان شاء الله يعني كبه واحده وان شاء الله يعني السوبر يكون اهلاوي، لانه هي اقل حاجه يعني نهديها لجماهير النادي الاهلي. نعم. طيب الاحداث ساخنه على الساحه في تونس في يوم واحد تقريبا، كاردوزو بيقال او بيرحل عن تدريب نادي الترجي، اسكندر القصري بيتولى الاداره الفنيه بصوره مؤقته، ايضا السيد فوزي البنزرتي بيرحل عن تدريب المنتخب التونسي، والمنتخب بلا مدرب رسميا حتى هذه اللحظه. ماذا يحدث ومين اللي ممكن يخلف هذا او ذاك؟ بالنسبه للترجي يعني خطيئه رسميه بين الترجي والمدرب البرتغالي، بالنسبه للمنتخب اكيد اسماء كثيره موجوده على الساحه، والاقرب انه الدولي سامي الترابلسي اللي سبق له انه كان هو مدرب المنتخب التونسي، هذه هو ممكن الاحداث متسارعه. تعرف كابتن انه يعني الترجي كما النادي الاهلي اكيد انه اي بس انت لسه كسبانهم مش كده؟ هي انا اخر مباراه هي ما اعرف الناس برضو يا انيس انت بتدرب ايه دلوقتي ونتائجك عامله ازاي؟ الناس تحب تطمن منك يعني. انا حاليا مدرب ترجي جديد فريق في الدرجه طبعا في الدرجه الاولى والممتاز في تونس الحمد لله. البدايه كانت ممتازه على الخمسه المباريات، عندنا 12 نقطه يعني عندنا اربع انتصارات ما شاء الله وهزيمه واحده، واخر انتصار كان ضد الترجي يعني يوم الاحد اللي تعدى، ويعني الحمد لله يعني الفريق قاعد يقدم في نتائج كبيره والناس كلها يعني فرحانه وتشيد باداء الفريق، اهم حاجه انه خلاف الانتصارات انه الاداء موجود، وانه يعني فنيا الفريق قاعد يحدث في يعني تحس في تطور كبير، وهذا اهم حاجه، والحمد لله هذه مش اول تجاربي كابتن، حضرتك طبعا تعرف انه يعني عندي مده في تونس قاعد ندرب من الصفاقسي والكبير الصفاقسي
للمستقبل سليمان السنه اللي فاتت بتاع يعني تجارب الحمد لله ان معظمها ولا اكثرها يسحب الموسم هذا الحمد لله. البدايه كانت مميزه بضغط ستر علينا ترتيبنا الثالث حاليا فريق مازلت يرجع للممتاز يعني لدرجه الممتاز السنه هذه وهو فريق كبير يعني كان عنده يعني عنده كان موجود في الدوري في الممتاز في الدوري التونسي رجع الموسم هذا والحمد لله انه نتائج ممتازه ممتازه ترتيبنا الثالث بعد 5 جولات ترتيبنا الثالث وهذا نتصور انه بدايه تاريخيه بالنسبه للفريق اول مره انه يعمل في الـ5 جولات الاولى مش النقطه نعم والحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله نراك قريبا مدرب للمنتخب التونسي يا انيس وسعيد جدا ان انا سمعت صوتك وجماهير النادي الاهلي بتكون سعيده جدا بسماع صوت نجمها السابق انيس بو جلبان